أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قال وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة إن الحكومة تسعى إلى الحصول على كميات ولو محدودة من السلاح بهدف تسليح 3 مؤسسات عسكرية، الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل الليبي الذي يؤدي مهمة صعبة في ملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية وفق قوله. أضاف سيالة في تصريح لقناة روسيا اليوم الأربعاء أن الحل في ليبيا ليس عسكريا، وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي، وإنما سياسي وعن طريق تطبيق اتفاق صخيرات بحسب قوله. هذا وبحث رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الأربعاء مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ملفات التعاون والقضايا المشتركة ومستجدات الساحة السياسية الليبية. قالت وكالة الأناضول إن اللقاء الذي جرى في قصر لطفي قردار باسطنبول تركز على وضعية القدس ومواضيع ذات اهتمام مشترك، كما تناول اللقاء وضع المواطنين الأتراك 3 الذين اختطفوا في وقت سابق بليبيا، حيث طلب يلدرم تكثيف جهود السلطات الليبية في هذا الخصوص. بدوره أكد السراج أن حكومته تبذل ما في وسعها من أجل تحرير المواطنين الأتراك المختطفين. دعا المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة للعمل السريع على وقف الإساءات التي تقوم بها منظمات دولية بحق خفر السواحل الليبي. قاسم في تصريح صحفي له أوضح أن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير يعمل على زيادة ثقافة الهجرة غير الشرعية ومحاولة لتكديس المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مؤكدا على كون المعلومات الواردة فيه عارية عن الصحة، وأن الهدف منها هو إعادة توطين الملايين من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. نفى رئيس فريق الاتصال الروسي في ليبيا ليف دينغوف صحة خبر إمكانية استخدام القوات الجوية الروسية للقواعد المصرية بغرض توجيه ضربات جوية في ليبيا. وحسب قناة روسيا اليوم فإن دينغوف قال إن اتخاذ قرارات بشأن استخدام القواعد الجوية الروسية لن يكون إلا من قبل القيادة الروسية أو بموافقة مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنه لن يسمع أبدا عن هذه الخطط، مؤكدا أن بلاده تعمل دائما على استعادة السلام في ليبيا وفق قوله. إلى هنا مشاهدينا انتهى هذا الموجز، دمتم في أمان الله.